رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك، صفحه برنامج ولا تعسروا، اللي بنتلقى عليها اسئلتكم المباركه، اللي تفضل جسر منير بيننا وبينكم، وتفضل مجالس العلم اللي بتخلينا اسمنا يذكر في الملأ الاعلى لاننا ما زلنا في مجالس العلم. اول سؤال معانا النهارده من الاستاذه نهى من الجيزه. استاذه نهى، استاذه نهى معانا؟ لا استاذه نهى معانا. طيب استاذه نهى لو سمحت تعاود الاتصال مره ثانيه. استاذه فاطمه من طنطا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه فاطمه اتفضلي. ازيك يا دكتور عمرو؟ كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه وبصحه وسلام وفضل ونعمه. انا كلمتك من كام شهر كده، كنت لسه مخطوبه وعند اهلي وكان في مشكله عندي، يعني كنت بستشير حضرتك فيها يعني. حضرتك نصحتني بحاجه وانا عملت بيها، ربنا كرمني ولسه متجوزه من شهر. جايلي ربنا يرزقك صالحه يا رب ان شاء الله. ربنا يرزقك ذريه صالحه ويفتح عليك ويديم ما بينك وبين زوجك الموده والرحمه يا رب يا رب. اللهم من هو بما انه بيسمع حضرتك انا عايزه ادعي له، وربنا يا رب يقويه على الحياه ويسدد دينه ويبارك لي فيه يا رب، وما احناش من بعض. وتاني حاجه عايزه اقول لحضرتك حاجه، يعني احنا بقالنا 4 سنين كنا مخطوبين، وكانت الظروف ازمت معاه شويه فما عرفناش نتجوز الا ايه مبلغ يعني زي المبادره وكده. فأنا حاسة إن أنا إيه بعلاقة إن إحنا جبناه، يعني هو قرض صغير عشان نتجوز، مش هنعرف نتجوز إلا لما نجيب. فهو جابه وحنا إحنا بنسد فاضل فيه عن 4 شهور بالظبط، هو بيشغل بيسد الحمد لله. فأنا زعلانة إن إحنا جبنا قرض يعني، بس لو مش هو ما كناش عرفنا نتجوز. لا يا ستي ما تزعليش، القرض ده لو كنتوا أنتوا خدتوه عشان تتجوزوا وما كانش هينفع الجواز من غيره، وكنت ضروري ان انتوا تتجوزوا مش قادرين تصبروا. والله احنا جبناه عشان الجهاز بالظبط، يعني حتى ما خدناش جنيه منه الجبنة، ولا جبنا اكل ولا عشت ولا عملنا اي حاجه. بس طيب حاضر، اذا كان ده عشان تجيبوا ده فدوت من قبيل التمويل، ودوت مش حرام ولا حاجه، وما تزعليش ولا حاجه، وما تكدريش الراجل ولا تكدري نفسك. ان شاء الله ربنا يبارك لكم في حياتكم، وان شاء الله يملي لكم خير وبركه، وان شاء الله يبارك لكم ويرزقكم الذريه الحسنه ان شاء الله، ويوسع عليه وان شاء الله يرزقه رزقا حسنا ويهنيكم ان شاء الله. معانا الاستاذه اسماء من هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ نعمه وفضل الحمد لله. الله يخليك يا دكتور. انا حابه اسال سؤال. اتفضلي. انا دكتور لما بصلي وبدعي ربنا وبكون مستغفره والكلام زي كده، بدعي ربنا كويس، بحس ان انا ان الدعاء استجاب وقتي تمام في وقتي كده، بس تمام. بعديها بحس ان انا لان الحاجه اللي دعيت عشانها ما تحققتش، ورغم ان انا ببقى على يقين انها ايه انها استجابت من عند ربنا، احساس بيجيني في قلبي كده. فبعد كده الحاجه دي اللي هي بخصوص ان انا اخلف ثاني بعد، يعني ربنا كرمني بخلفه بس انا كنت عايزه ثاني يعني. طيب فما بتحصلش تمام. انت عندك خلفه كام؟ عندي 2 ولد وبنت. ولد وبنت ايوه. طيب ماشي تمام. وليه فتره يعني اني ما حصلش حمل والكلام ده يا دكتور. ف مولانا فحاسه ان دعائي كاني في حجاب بيني وبين ربنا، دي حاجه. طيب ده سؤال. في سؤال تاني؟ ايوه معلش يا دكتور. انا بحس ان انا لما بصلي انا نفسي اصلي مش عشان انا عايزه حاجه، مش عايزه عشان الحال يبقى كويس ولا الصحه ولا الكلام ده، انا عايزه اصلي علشان محبه في ربنا، فمش عارفه اعمل مش عارفه اوصل للشعور ده ازاي. طيب اقول لحضرتك السؤال الاولاني يا استاذه اسماء، انت بتقولي ان انت بتدعي عشان ربنا سبحانه وتعالى يحقق لك مرادك، وان انت تخلفي تاني وانت عندك 2، وبتحسي لما انت دعيتي ان ربنا استجاب لك، لكن بعد كده ما بيحصلش الاستجابه اللي انت فيها. مين قال لك ان هو ما حصلش؟ انت كنت بتدعي ان ربنا يسعدك بالاولاد، صح كده؟ لا خلينا نقول الدعاء، ما هو اصل احنا مش لما بندعي الدعاء احنا مش بنؤمر ربنا، احنا بنطلب منه، فبنطلب منه وهو اله، ولا نطلب منه وهو بينفذ لنا ما نريد؟ لا بنطلب منه ان هو اله، ولذلك هو ضمن لنا الاجابه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، على مراده ولا على مراد الله، في الوقت الذي يريده الله ولا في الوقت الذي يريده العبد. طب ليه؟ لأن في الحقيقة احنا عندنا شوية ظواهر معروفة. هو ظاهرة ايه؟ ظاهرة عدم المعرفة اللي بتخلينا نعمل ايه؟
ندعو بما يفسد حياتنا على أنه يصلح حياتنا. ويدعو الإنسان بالشر الدعاء وبالخير، فأنت تدعو ممكن تكون بتدعي بما فيه شرك فيعرض على الله سبحانه وتعالى والله به أعلم، فإيه اللي يحصل؟ فيقضي ويستجيب إلى أنك أنت عايزة أولاد يسعدوا حياتك، فيكون الاثنين دول هما اللي بيسعدوا حياتك، بس أنت مش راضية، فربنا استجاب لك، اللهم ارزقني أولادا تسعد به حياتي، فإيه اللي حاصل؟ فالاثنين اللي عندك دول هما اللي تسعد بهم حياتك، لكن لا أنا عايزة عدد من الأولاد عشان ما حدش يقول عليا إن أنا خلاص ما بقتش أخلف وما بقتش زي غيري من الستات في العيلة عندنا أو في البلد عندنا. بس ده كلام مش صحيح، وان الست ما تحسش ان هي ست غير لما تخلف، ده كل دي حاجات مش صحيحه. احنا عندنا حاجات نعم كتيره في حياتنا، وانت ربنا رزق من نوعين، رزقك ولد وبنت، فانت عايزه ايه اكتر من كده؟ فربنا استجاب لك، استجاب لك، مش انت حسيت ان ربنا استجاب لك؟ استجاب لك، بس افهمي بقى واحفظي ده، ان الله استجاب لك فيما يختاره لك لا فيما تختارينه لنفسك، واستجاب لك في الوقت الذي يريده لك لا في الوقت الذي تريديه لنفسك. فممكن الله سبحانه وتعالى استجاب لك وسيعطيك في الوقت المناسب لك. فعندنا حاجتين، الحاجة الأولانية إن ربنا استجاب لي وشايف الحال اللي أنا فيه دوت هو الحال اللي فيه تحقيق الإجابة، ولأنه يعلم حالي أعطاني قبل الدعاء فأعطاني الولد والبنت. الحاجة التانية إن ربنا استجاب لي ولكن هيعطيني في الوقت الذي هو أعلم به أنه يصلح حالي. أنا لو جبنا الولد دلوقتي جوزي بيقول لي طيب ماشي خلفي، لكن هيضيق علينا الحال، لكن يرزقني بعد سنة أو اتنين نكون احنا رتبنا أمورنا وحصل لينا المراد. فنصبر وندعو الله سبحانه وتعالى، ودعائك لله مش بيضغط على الله عشان يديلك، ده دعائك بالله ده عشان الله يحب الدعاء. نعم أستاذة مين؟ أستاذة نوها من الجيزة اتفضلي. ألو أستاذة نوها اتفضلي. عليكم السلام عليكم أستاذة نوها اتفضلي. دلوقتي يا شيخ أنا عايزة أخد رأي حضرتك في حاجة، يعني اتفضلي يا فندم. أنا دلوقتي بنت أخويا تعبانة جدا وبيحصل لها حاجات كده، يعني إيه حاجات غريبة، حاجات غريبة صح؟ آه بيحصل لها حاجات غريبة وحاجات غير طبيعية حقيقي. هي سنها كم سنة؟ هي عندها 22 سنة، هي متزوجة يعني. فحصل لها حاجات غريبة، مثلا تحس بان في حاجات بتحصل بينها وبين جوزها بدون سبب بالضبط. صح؟ بدون سبب حاجات كتير ولا وكمان بقى بلس كده كمان في بقى ايه يعني حصل لها اعراض، يعني شعرها بقى بيقع، بيحصل لها اعراض كده على جسمها حاجات كده يعني، وراحوا لشيوخ كتير، ويعني انا مش عارفه انا بقول لهم الموضوع ده. راحوا لشيوخ ليه؟ عشان الموضوع ده، لان في علامات معلش انا اسالك سؤال يعني، هو في شيوخ متخصصين في وقوع الشعر؟ لا بس هي احنا قلنا مثلا معلش اسمحي لي طيب بس ما انا باخد وبدي مع حضرتك اهو. هو في شيوخ متخصصين في زرقان الجسم؟ لا بس احنا بنتكلم ان هو ايه ممكن يكون حاجه حصلت لها يعني. هو انا عايز اسالك حضرتك سؤال، عايز اسال حضرتك سؤال يا استاذه نهى. اتفضل. باعتبار حضرتك يعني بتكلميني واضح على حضرتك ان انت حضرتك قادره تديري حوار ومثقف، فبسالك سؤال بسيط خالص او خالص. هو الشيوخ اللي حضرتك بتتكلمي عليهم على ان هم بيعالجوا بالقران وكده يعني مش كده؟ طب هو سؤالي يعني ايه من الايات اللي عند الناس اللي بيعالجوا بيها سقوط الشهر، وايه من الايات اللي قالها حضره النبي صلى الله عليه وسلم او ورد عن حد من الصالحين ان هي بتعمل كده؟ احنا ليه بنعمل كده في نفسنا؟ هو مش كده، هو احنا طب هسألك سؤال انت عارفه ان الاعراض اللي انت بتقوليها دي مشهوره جدا 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 كاثار واضحه لبعض المتاهب النفسيه وخاصه الاكتئاب الشديد؟ والله يا شيخ انا اقول لحضرتك على حاجه، انا اصلا دراستي اساسا علم نفس، فانا قلت لهم الاتجاه بتاعكم هو نفسي. طب انت دراستك استني بس يا استاذه نوع، انت دراستك علم نفس؟ يعني حضرتك مش عارفه ان في حاجه اسمها سايكوسوماتيك اوردر؟ عارفه ان في انقسام في الشخصيه وعارفه الحاجات دي كلها وعارفه لا انا قلت حاجه تانية، الاثر الجسماني النفساني، يعني ان النفس تؤثر اثرا على الاجساد صح؟ طبعا. فالزرقان دوت
الزرقان دوت ممكن يكون بسبب ان هي عندها كمد، عندها كمد يعني عندها حزن دفين، الشعر اللي بيقع ده عندها كآبة، لان هي حاسة ان هي عايشة حياة مش حياتها، فبيسقط عندها، بيسقط عندها الشعر لان هي في حالة كآبة شديدة. صح، هقول لحضرتك بس هو مش مجرد وقوع شعر بس، لا ده بيلاقوها مثلا بتختفي، بتروح اماكن مثلا تقعد في الدولاب تقفل عن نفسها وما يعرفوش هي فين، بتلاقي مثلا يعني في مثلا ده اكتئاب رسمي، ده هي لازم تروح لدكتور. ده لازم تروح للدكتور، ولا حضرتك يعني عشان مش سايكاتريك مش عايزه توديها لواحد سايكاتريك؟ لا لا، هو انا مش بعالج بالموضوع ده ولا اي حاجه، بس انا قلت لهم عشان انا كانت دراستي كده، فانا قلت لهم هو الموضوع ده نفسي، انا قلت كده. طيب يبقى احسنت، يبقى تستمري وتزني كده، لان في ناس كتير عندهم وصمه ان الواحد اللي لو راح لدكتور نفسي، المرض النفسي ده زي المرض العضوي، هي محتاجه، وهي محتاجه تتكلم، محتاجه تتكلم كتير قوي، لان كل اللي عندها دوت، لان هي لما معروف ان في بعض الامراض الانسان يروح ويستخبى لانه حاسس بالتهديد من كل اللي حواليه، فهي محتاجه ان هي تخرج شويه. فرايي ان هي لازم تروح للدكتور، وحضره النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله فان الله ما انزل داء الا وانزل له دواء، فخليها تروح تتعالج لان هو ده الحل الوحيد. لو سبتوها بقى تمشي في مساله الشيوخ، اللي انا مش عارف ايه مصطلح الشيوخ اللي بقى مصطلح يبتذل بهذه الطريقة، واحد بيشتغل في حاجة لا علم له به، ازاي مصطلح الشيخ اللي هو بيستخدم مع العلماء يستخدم مع الادعياء؟ ما يرضيش ربنا ده يا سادة، ولذلك لا بلاش، وعلى طول وديها لطبيب نفسي، لان هي واضح ان هي محتاجة استشارة نفسية ومساندة نفسية بسرعة. استاذ ايمن من اليوبية اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، زيارة المقابر. ايوه مالها؟ هل يكون الدعاء في المقابر، ولا بيكون مثلا وانت بعيد عادي بتدعي مثلا؟ انت قصدك الدعاء للاموات ينفع لازم يكون عند المقابر، ولا ينفع كمان في البيوت؟ يعني بينفع في اي مكان. يعني سؤال، انت مش هو ده سؤالك ان هل دعاء في الدعاء لازم يكون عند المقابر؟ طب اقول لحضرتك حاجه لو سمحت. اتفضل. دلوقتي والدتي جايه لمراتي في المنام، بتقول لها قول لهم منكم لله على اخواتي يعني. هل ايه يعني تفسير الدعاء؟ ولا حاجه، المساله بسيطه. ممكن زوجتك تكون شايفه ان اخواتك ظلموا امك، فيكون ده من قبيل حديث النفس، ولا حاجه خالص، او اخواتك بس هم يراجعوا نفسهم، لو كانوا هم عملوا حاجه ليست من الاحسان لوالدتهم يحاولوا يحسنوا اليها، وخاصه الفرصه موجوده ويستطيعوا ان هم يرسلوا لها الهدايا، لقوله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، فيستطيع ان هم يرسلوا ليها صدقه جاريه ويفعلوا الاعمال الصالحه ويهبوها مثل ثواب هذه الاعمال الصالحه، زي الصلاه وزي الصوم وزي كل العبادات اللي ممكن، زي العمره زي الصدقات زي موائد الرحمن، كل الكلام ده تستطيع ان هم يعملوه ويهبوا مثل ثوابه لوالدتهم. فلو بتسالني يعملوا ايه؟ يعملوا كده، ان هم يعملوا لها صدقه جاريه ويهبوا مثل ثواب اعمالهم الصالحه لامهم. وعلى فكره احنا مش واخدين الكلام دوت من المنام بتاع زوجتك، المنامات عندنا لا بيتعلق بها احكام، المنامات اما فيها تحذير او اما فيها بشرى، فايه اللي حاصل؟ فهم لو كانوا اساءوا لوالدتك يحسنوا اليها حتى وان انتقلت الى الرفيق الاعلى، حتى لو ان هي في حياتها البرزخيه. ورب الهمنا دايما ان احنا نكون مخلصين محبين معبرين عن حبنا ده لاحبابنا حتى وان انتقلوا. ورب العالمين نسألك أن تجعل البيوت مليئة بالأمان، ويكون كل واحد فينا يؤمن شريك حياته، ولا يكون واحد فينا يهدد شريك حياته ويجعله في حالة من حالات الخوف والرعب بالتهديد. خلوا بالكم أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمن من أمنه الناس، وأول ناس لازم يأمنوك أهل بيتك. ما ينفعش أن واحد يهدد زوجته ويخليها عايشة في كآبة وعايشة في رعب وعايشة في حياة هي مش قادرة تعيش كحياة مستقرة، ثم يطلب منها ان هي تربي اولاده تربية في غاية الرقي وفي غاية الجودة. ترفقوا يا سادة، وقبل ما تاخدوا خطوة ان واحد فيكم يحاول يدخل في علاقة اخرى مع وجود اسرته،
يفكر مليون مرة إذا كان هو في الحقيقة بيعمل الكلام دوت بأنانية أو فردانية، وإذا كان هو قادر يجمع ما بين الأمرين ولا لا. المسألة إن الشهوة تروح وتبقى المسؤولية، فهل أنت قادر إن أنت تتحمل مسؤولية بيتين وأنت في الحقيقة شخص ما قدرتش توفي بحاجات أولادك، وأولادك محتاجين لكلامك ومحتاجين لوعادك معاهم ومحتاجين لاحتوائك. وما بيحصل الحكاية دي، الأولاد بيفقدوا الثقة في أبوهم. عايزين نفكر، نفكر جدا 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 قبل ما ناخد الخطوة دي، عشان ما نكسرش قلب حد. وساعات القلوب لما بتتكسر ما بتتصلحش. يا رب اجعلنا دايما من أهل جبر الخواطر، ونحافظ على خواطر أقرب الناس إلينا، أهل بيتنا. يا رب اجعلنا أمان لبيوتنا، واجعلنا سعة ورحمة ومودة وفضل ونعمة. يا كريم مددك لبيوتنا، واجعل بيوتنا مليانة بالرحمة وبالخير وبالأمان وبالاهتمام والاحترام والتقدير. يا ربنا يا قدير.